بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الحدود الحد هو العقوبه المقدره في الشرع لا حد الا على مكلف وملتزم وعالم بالتحريم ولا يقيمه الا الامام او نائبه والا السيد فان له اقامته بالجلد خاصه على رقيقه وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين